نوع المشاكل مختلف في القطاع الخاص. يعني إذا كان القطاع الملكية العامة والحكومة منظم بقواعد منصوص عليها قانونا، وإن لكن في قانون العمل بيحط ضوابط عامة زي نسبة العلاوة الدورية، تعريف الأجر هو إيه، يعني تعريف عامة. طبعا في اتفاقيات بتحاول تعملها الحكومة كل سنة، بتعمل اتفاقية، في اتفاقيات جماعية. مع ذلك كل ده بيتملص منه القطاع الخاص. هيصدر هذا الكتاب، ودي هتبقى الحقيقة نقطة بداية لحملة. يعني اللي احنا عملناه ده كليته بما وما سيصدر في الكتاب هو هيبقى نقطة البداية لحملة من أجل حد أدنى للأجر، إضرابات العمالية في المواقع المختلفة. الحقيقة هذه الإضرابات احنا كنا أصدرنا تقرير مفصل عنها، لأنها لم تنحصر في قطاع واحد ممثلي رجال الأعمال بحيث أنه يطبق في القطاع الخاص، هو الأمر اللي ما حصلش. نتيجة ده إن لما جاء التطبيق في شهر 12 اكتشفنا إن في وهم اسمه الحد الأدنى للأجر.